كيف يعمل الأراغون الطاقي؟ إليكم كيفية قيام الأراغون بتحويل الطاقة. قد يعتقد بعض الناس أن الأراغون يعوق الطاقة السلبية، لكنه في الواقع أكثر تعقيدا من ذلك. ماذا إذن؟ ما الذي تفعله طاقة الأراغون؟ الأراغون يأخذ الطاقة الضارة والإشعاعية والسلبية ويقوم بامتصاصها وتحويلها إلى طاقة مفيدة، لذلك فهو ينظفها. وللتشبيه فهو مثل نظام معالجة مياه الصرف الصحي، يمكنه التنظيف أو تحويل النفايات، المجالات الكهرومغناطيسية اللاسلكية والضارة القادمة من الأبراج الخلوية والعدادات والهواتف الذكية والرواتر وأبراج الواي فاي وأجهزة توجيه الأنترنت والتلفزيون الخاصة بك، تجعل البيئة من حولك سامة ومضرة بصحة وراحة الإنسان ورفاهيته. عندما تضع طاقة الأراغون حول بيتك فإنها تقوم بتنظيف السمية وتساعد على استعادة البيئة المحيطة الصحية والداعمة للحياة. يمكن قياس هذا التأثير بعدة طرق، مثل حفظ عينات الدم لفترات أطول، والحفاظ على الفواكه والخضروات والأطعمة لفترات أطول من الوقت، وتحسين إنبات البذور في النباتات، وزيادة الغلة في النباتات، وتخفيف الآلام، والمساعدة في النوم والاسترخاء أفضل، ورؤية مجال الطاقة في المياه المجمدة، وأكثر من ذلك بكثير. تصنع منتجات طاقة الأراغون عن طريق خلط بين مزيج من الأكسيد الحديد والفولاذ والنحاس وحجر شونجيت الكوني ومساحيق كريستال فيرتجات الإيبوكسي. تقوم مادة الإيبوكسي بتحويل المزيج إلى حالة بلاستيكية صلبة، فتقوم بالضغط على سطح هذه المكونات فيتسبب هذا في شيء يعرف باسم التأثير الكهروإجهادي، والذي ينبعث منه حقل متناسق ناتج عن الخصائص المحددة المختلفة للمكونات. هذا هو المجال الذي يحول طاقة ضارة من المجالات الكهرومغناطيسية إلى طاقة صحية تحافظ على الحياة. في شركتنا Fix the World Morocco في المغرب نقوم بتصنيع منتجاتنا يدويا للحماية من المجالات الإشعاعية والطاقة الضارة MF منذ عام 2017، ونقوم بالشحن لجميع أنحاء العالم، ولدينا عدة آلاف من العملاء المميزين. إذا كانت لديكم أي أسئلة يمكنك الاتصال أو مشاهدة العديد من مقاطع الفيديو التي أنشأناها والتي تشرح التفسيرات العلمية والشهادات الخاصة بكل منتج من منتجاتنا. تأكد من زيارة موقعنا على الويب ftwproject.com.